بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن في نقطة مهمة في البوليمورفيزم أبغى أوضحها لك. الآن إحنا بداخل الدالة print OS قاعدين نطبق البوليمورفيزم، نطبقوا لنا الدالة print OS info. افرض الآن إنه في الأوبريتنج سيستم هذه كانت private أو عفوا public، وهذه نفس الشيء. الآن معناته أقدر أوصل للنيم والفيرجن من أي مكان. لو رجعنا للينوكس وخلينا الديستريبيوشن أو عفوا أيوة الديستريبيوشن اللي هو الديست خليناه كمان بابليك، تعال للمين، نيجي للدالة هذه. افرض الآن هنا، طب بما أنه أو إس داخله النيم بابليك أقدر أوصل له من هنا، فأقول افرض أني كتبت مينكس. مينكس هذا نظام تشغيل فور إديوكيشن بيربسز للأغراض التعليمية وكذا، عموما تقدر تستفيد منه أنت لو تبغى تبني نظام تشغيل، تقرأ عنه يوريك خطوات تقدر تستفيد من خلاله انك تبني نظام تشغيل. فولو كتاب، طبعا له كتاب مستخدم يشرح هذا النظام، يعني نفس المؤلف يستخدم نظم التشغيل او تعليم نظم التشغيل باستخدام هذا النظام او بناء نظم التشغيل. على اي حال مو هذا موضوعنا الان. شغل، يعني استخدمنا اكس هنا، لا هذا اللي حصل. اكس اساسا هو لينوكس، توزيعة لينوكس، لكن تغير من اكس، ما في شيء جديد. طيب فين المشكلة؟ افرض الان انت كتبت كذا، بس انت بتطبق البوليمورفيزم، لاحظ os dot dist equal مثلا red hat. هنا في مشكلة، شايف الدالة سببت لك مشكلة، انت تبي تطبق البوليمورفيزم هنا. ايش المشكلة اللي حصلت؟ الاوبريتنج سيستم الكلاس هذا ما في له خاصية باسم اللي هو ايش dist. الديست خاصية موجودة في نظام تشغيل مشتق اللي هو لينوكس، فصار هذا الديست ما يدري أي شيء عن كلاس الأوبريتنج سيستم، وكلاس الأوبريتنج سيستم ما يدري عن الخاصية دي. صارت الخاصية دي خاصة بالكلاس لينوكس، ما هي خاصة بالأوبريتنج سيستم. فهذه مشكلة لازم تنتبه لها. فأنت مو تقول لا أنا أبغى يبدل لي الأو إس بعدين بالإكس هنا، والإكس فيه له ديستريبيوشن، لا يعني نحط الكلاس العام، كلاس العام اللي مشتقة من الكلاسات، ونستدعي بالداخل أشياء مشتركة بين جميع الكلاسات حساس نقدر نطبق مفهوم البوليمورفيزم. لكن لما يتغير، لما يجي الأوبجكت على إنه إكس اللي هو لينوكس، برينت أو إس إنفو حتطبع الشيء اللي يخص الكائن اللي نوعه لينوكس، لأنه البرينت أو إس إنفو موجودة في الكلاس الأساسي وموجودة في بقية الكلاسات. لو عدلت عليها في الكلاس هنا ما هي مشكلة لأنها أساسا موجودة. فعشان كذا هم في البوليمورفيزم يستخدموا الكلاس الأساس اللي مشتق منه كل شيء، بعدين هو يستبدل إذا أنا مررت أوبجكت لينوكس، لينوكس نوع أوبريتنج سيستم كمان، يعني هذا كلاس لينوكس بس مشتق من أوبريتنج سيستم. فلما مررت الإكس، إكس أساسا هو وارث هذه برينت أو إس إنفو، لكن هو معدل عليها. فعشان كذا قال لك انتبه، ترى الاو اس اللي هنا نوع لينوكس، ولينوكس نوع اوبريتنج سيستم. فلما استدعينا برينت او اس انفو قال استنى، هل لينوكس مسوي اوفر رايد للبرينت او اس انفو؟ ايوه مسوي، فاستخدم تبعه اللي سوى له اوفر رايد. لكن لما استدعينا مع الماك، لو جينا هنا في الماك في اللايون، لما نفذنا هنا جاء هذا نوع ماك، طيب برضه اوبريتنج سيستم مشتق منه. لما نحط هنا وقال برينت او اس انفو، قال شيك هل الماك مسوي اوفر رايد للبرينت اويس انفو؟ لا، اذا استخدم الاساسيه. فهذه هي الفكره، فهذا اللي حبيت اوضحه. فانتبه انه البوليمورفيزم يطبق على الاشياء اللي موجوده في الكلاس الاساسي وفي الكلاسات المشتقه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.